بشار صغير. بشار مرحبا بك. في البداية ضعني في تطورات الميدانية التي تتواجد هناك، يعني في يوم حافل قد عاشه المعبر. بالتأكيد فهمي، كما تفضلت، يعني هو يوم يشكل نقطة مفصلية في الحرب في سوريا وكذلك في العلاقة المتوترة طبعا بين إسرائيل وسوريا. نحن فهمي في أقرب منطقة نستطيع التواجد فيها بالقرب من معبر القنيطرة، هو وراءنا، تفصلنا عنه بضعة كيلومترات. الآن طبعا اليوم جرى الافتتاح الرسمي لهذا المعبر، يتم تنفيذ المرحلة الأولى والتي تتمثل في عودة قوات الأندف والقوات الأممية ومتعددة الجنسيات إلى مواقعها وإلى مهامها وتأمين المنطقة منزوعة السلاح بين إسرائيل، بين شقي الجولان الذي تسيطر عليه سوريا والذي تسيطر عليه إسرائيل. هذا في البداية. المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي نشر اليوم بيانا تحدث عن هذا الموضوع. في الجانب السوري على كل حال، وخلال مراسم افتتاح معبر القنيطرة تم الحديث بأن هذا سوف يشكل تمهيدا لعودة الأوضاع إلى سابق عهدها والتي تتمثل في تنقل رجال الدين، تنقل الطلبة، وأيضا تصدير البضائع والمنتجات الزراعية وبالأخص التفاح من هذا الجانب إلى سوريا. لكن لم يتحدثوا سواء في سوريا أو في إسرائيل أو الأمم المتحدة أو أي من الأطراف ذات العلاقة، لم تتحدث متى سوف يتم الخوض والبدء في تنفيذ المراحل الأخرى وعودة مهام معبر القنيطرة إلى سابق عهده. بشار، ما هي أسباب منع المدنيين يعني وإدخال البضائع إلى كلا الاتجاهين في هذا الاتفاق؟ من هو الجانب المسؤول عن هذا المنع أيضا إن كنت تعلم؟ كما ذكرنا قبل قليل، في البداية سوف يتم البدء بالمرحلة الأولى. نحن حاولنا بصراحة التواصل مع الجيش الإسرائيلي لمعرفة لماذا هذا المنع أو متى سوف يتم البدء في المراحل الثانية، لكن لم نتلقى جوابا. بالتأكيد فهمي أو مما لا شك فيه بأن الأولوية بالنسبة لكل الأطراف هي تأمين، هي الأمن، أي تأمين هذه المنطقة، ومن ثم ربما في مراحل أخرى سوف تعود الأوضاع هنا والمهام والحركة في معبر القنيطرة كما كانت في وقت سابق. من معبر القنيطرة زميل بشار صغير، شكرا جزيلا لك.